أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. إذن بالنسبة للإشكالية ديال الثمن ديال مواقف السيارات بالنسبة لسيدي بوزيد، فهذه ماشي أول سنة، السنة اللي فاتت كانت نفس الإشكالية، وربما هذا مشكل وطني ما كيقتصرش غير على سيدي بوزيد، حتى كنشوفوا الصحافة أنها كتكلم عليه في جميع القنوات، ولكن بالنسبة لنا أنا راه كنت واضح ودرنا درين لافيشاج وغادي نعاود نديرو في سيدي بوزيد بأن الثمن ديال السيارات راه هو 3 دراهم 3 دراهم، وكنحمل عاوتاني المسؤوليه للمواطن، ان المواطن خصو حتى هو يقوم بالواجب ديالو، انه خصو يخبرنا. انا اليومين هذا كنقولها وكنقولها، بغيت غير شكايه وحده ديال المواطنين، الى حد الساعه راه ما عندنا حتى شي شكايه، وانا كنعاود نقولها بان هذيك الصفقه وفي وسط طلب العروض عندي داكشي مسجل، لان طلبات العروض ما كدوش، عندي داكشي مسجل انني حملت المسؤوليه للناس اللي كراو لي باركينغ، وعندي داكشي مسجل اللي بغيتو تشوفوه تطلعوا عليه، انني حملت المسؤوليه وقريت عليهم القرار الجبائي اللي اتخذوا المجلس ديال ان الباركينغ ديال 3 دراهم، هادشي راه معلومين به وكيتحملوا فيه المسؤوليه، رغم ان الصفقه دخلت على المجلس واحد الثمن ديال واحد 680,000 درهم، اللي كما هي هي هي, هي مهمه، ولكن احنا ما يمكنش ان نتلاعبوا بمصالح ديال المواطنين، فالثمن هو 3 دراهم، وكنطلب من المواطن انه يتقدم لنا بشكاوي، وحنا غادي نتبعوا هذه المسائل، وراه كاين انا نضربوا على يد من بغى يتلاعب بهذه المسائل. 300 مليون؟ لا لا، شي ما كاينش، شي ما سمعتوش، انا كنقول لك رسميا تكرا لي باركينغ ب 680,000 درهم، 68 مليون باش تكرا لي باركينغ ديال سيدي بوزيد، هذا هو الثمن اللي كاين، 300 مليون هذا الثمن، ولكن كان الثمن لكن حنا الف مرحبا، حنا هذا هو، حنا مزيان لينا حنا يتكرا ب 300 وب 400 وب 500، ولكن لا هذا الثمن ما كاينش، هو كنقول لك انا الثمن الرسمي هو 68 مليون، والكرا والموقف السيارات راه ب 3 دراهم، هذا هو القرار.